بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل دروسنا لشرح مقرر تنظيم حاسبات واحد، ومن ضمن مواضيع الباب الثاني Basic Computer Organization and Design ننتقل إلى الموضوع التالي. الموضوع بعنوان Flowchart for Memory Reference Instruction، وفيه وبناء على ما شرحناه حول دورة التعليم في الدرس السابق Instruction سايكل، نوضح الرسم البياني لتنفيذ التعليمات من النوع Memory Reference Instruction. نذكر شكل التعليمة من هذا النوع هي كالآتي: تعليمة تتكون من 16 بيتس مقسمة إلى حقول، الحقل الأول وفيه البيت I التي تحدد هل العنونة لهذا النوع من أنواع التعليمات مباشرة أم غير مباشرة. قلنا إذا كانت I بصفر فهذا يعني أن العنونة مباشرة، إذا كانت I بواحد يعني أن العنونة غير مباشرة. بعد هذه البيتس هنالك 3 بيتس، وبالتحديد البيتس رقم 14 13 و 12، هذه نعرف بها الأوبريشن المطلوبة الأوبكود. والبيتس من 0 وحتى 11 هي البيتس التي نعرف بها العنوان، العنوان في الذاكرة الذي نذهب إليه لنأتي بالأوبرنت أو بالبيانات المراد تنفيذ عمليات عليها. طيب، ما هي عمليات الميموري Reference Instruction؟ هنالك 7 عمليات موضحة أمامنا في الشاشة ونكتبها بالجانب الأيسر بالترتيب: الأند Operation، الأد Operation، Load Operation، Store Operation، Branch Unconditionally Operation، وBranch and Save Return Address Operation، وIncrement and Skip If Zero Operation. في الرسم البياني توضح الصناديق المصاحبة لكل instruction ما هي الخطوات اللازمة لتنفيذ الانستركشن ومتى تنفذ هذه الانستركشن. سنأخذ 3 أمثلة لشرحها، ويمكنك أن تعمم طريقة الشرح على باقي التعليمات. نأخذ أولا تعليمة الآن. درسنا في جدول تعليمات الميموري ريفرنس انستركشن أن الهكساديزيمال كود لهذه التعليمة هو أحد خيارين: إذا كانت العنونة مباشرة أي تبدأ بالصفر، فإن الهكساديسيمال كود لتعليمة الأند تكون 0XXX، أي أن الأربع خانات في يسار التعليمة كلها 0، وباقي خانات العنونة قد تكون أي عنوان، لذلك رمزنا لها بدونت كير XXX. هذا إذا كانت العنونة مباشرة. إذا كانت العنونة غير مباشرة، أول خانة إلى اليسار تصبح 1، وبعدها 3 أصفار، هذا يعطينا الهكساديسيمال 8. إذن الآن إذا كانت العنونة غير مباشرة تبدأ بالـ8، ثم يأتي الـ12 بيتس تبع العنوان. متى تتحقق هذه التعليمة؟ تتحقق هذه التعليمة بوجود شرطين: أولا أن يكون خرج الديكودر يساوي 0، إذن الشرط الأول D0، ومع هذا الشرط أن تصل إشارة التوقيت رقم 4 T4، لذلك كتبنا هنا عند أول الصندوق D0 and T4. هنا تبدأ عملية تنفيذ تعليمة الآن، ويتبع وصول هذه الإشارة. طبعا هذه الإشارة تأتي من وحدة التحكم، عندما تتحقق D0 and T4 أي تساوي 1، تأتي إشارة من وحدة التحكم لتنفيذ تعليمة الأوبريشن آند. ماذا يحدث بعدها؟ تذهب محتويات الميموري المحددة بما نجده في الأدرس ريجستر إلى الداتا ريجستر، ويصبح هذا طرف أول لعملية الآند. الطرف الثاني كما ذكرنا سابقا يكون موجود في الأكوميوليتر ريجستر. إذن عند إشارة التوقيت التالية وهي T5، وأيضا ما زالت العملية هي الآند، إذن عند ما يأتي من الكنترول يونت D0 and T5 يتم عمل آندينج بين محتويات الأكوميوليتر ومحتويات الداتا ريجستر، وينقل الناتج إلى الأكوميوليتر
مرة أخرى، ثم يصفر السيكونس كاونتر، العداد الذي يتسبب في توليد إشارات التوقيت يتم تصفيره استعدادا لتعليمة أخرى، وبذا تكون عملية الأنت قد انتهت. هذه العملية قد تحصل بطريقة مباشرة إذا كانت تبدأ بالصفر، وقد تحدث بطريقة غير مباشرة إذا كانت تبدأ بالثمانية. ما هو الفرق في التنفيذ؟ الفرق أنه إذا كانت العملية غير مباشرة هنالك خطوة للذهاب إلى العنوان الذي يوجد فيه الأوبرنت والإتيان به، أما إذا كانت غير مباشرة فتنفذ مباشرة ولا نحتاج للذهاب للإتيان ببيانات. المثال الثاني عملية الستور STA. ونحن نعرف أن عملية الستور وأيضا من جدول عمليات الميموري ريفرنس انستركشن أنها إما أن تبدأ بالثلاثة في الهكسا ديسيمال كود والباقي XX، أو تبدأ بالهكسا ديسيمال B والباقي XXX. من أين أتينا بالثلاثة والبي؟ أتينا بالثلاث من هذه البداية، أنها تكون هذه الثلاثة فكها بالباينري هو 0 0 1 1، هذه هي الثلاث، والبي فكها بالباينري هو الرقم 11، لأننا نعرف أن الأي هي 10 والبي هي 11 في الهكساديسيمال نمبر سيستم، والحداشر هي عبارة عن 8، هذه هي للثمانية زائد الثلاث. إذن التعليمة من نوع STA إما أن تبدأ بهذه وهذه ترجمتها ثلاث، أو تبدأ بهذه البيتس وهذه ترجمتها بي، وباقي البيتس الاثناشر هي تدل على الأدريس. هذه التعليمة تبدأ بالثلاثة إذا كانت مباشرة direct أي I تساوي 0، وتبدأ بالبي إذا كانت غير مباشرة أي I تساوي 1. متى يتم تنفيذ هذه العملية؟ عندما يكون الخرج من الديكودر في وحدة التحكم هو D3 وعند وصول الإشارة T4. هذا هو الشرط، تتحقق أو يبدأ تنفيذ هذه التعليمة إذا تحقق هذا الشرط. إذا وصلت إشارة تساوي 1 هي عبارة عن D3 and T4. ما الذي يتبع ذلك؟ يتبع ذلك أن محتويات الأكوميليتر تؤخذ إلى مكان في الذاكرة يحدد بمحتويات الأدريس ريجستر. هذه عملية تخزين، هذه العملية هي عملية ستور. ستور ماذا؟ ستور the content of accumulator in a memory location specified by the content of the address register. وبعد الانتهاء من العملية أيضا يصفر العداد SC إلى 0 sequence counter. المثال الأخير الذي نريد أن نشرحه هو آخر تعليمة من نوع الميموري ريفرنس انستركشن، وهي الـ SISZ، وهي increment and skip if 0. متى تتحقق هذه العملية؟ تتحقق هذه العملية عند D6T4. لماذا؟ لأن D6 تعطي عملية من نوع الميموري ريفرنس شكلها كالآتي، تبدأ بالستة وباقي الـ 12 بيتس تشير إلى عنوان، أو تبدأ بالإي وباقي الـ 12 بيتس تشير إلى عنوان. ونفس الشرح الذي شرحناه عن عملية الـ STA هو هنا. لماذا هذه 6؟ لأنها هذه تبدأ هكذا 0 1 1 0، وهذه الهكسا المناظر لها هو 6. ولماذا هذه إي؟ لأنها تبدأ بال14، وهذه هي تبدأ بالواحد بالثمانية زائدا 4 ب12 زائد 2 ب14. هذه ترجمتها هي الإي بالهكسا، وهذه ترجمتها هي 6 بالهكسا. لذلك نقول أن هذه التعليمة يبدأ تنفيذها عند D6 وعند إشارة التوقيت رقم 4. هذه هي مواعيد تنفيذ الإشارة، وعند تحقق هذا هو وصول إشارة من الكنترول يونيت بتحقق هذا يبدأ التنفيذ. كيف يبدأ التنفيذ؟ محتويات الذاكرة المحددة بالأدريس ريجستر تنقل إلى الداتا ريجستر. لماذا؟ حتى نعمل لها عملية increment. تعليمة هي increment and skip if 0. بعد وصول البيانات إلى الداتا ريجستر نزيدها بواحد، هذا هو الانكريمنت، ويصبح محتوى الDR الجديد هو المحتوى القديم زائد 1، وينقل هذا المحتوى الجديد إلى الذاكرة في الموقع المحدد بمحتويات الأدريس ريجستر
register. وإذا كان هذا المحتوى الجديد يساوي صفراً if dr equals 0 بعد الانكريمنت بعد أن زدناها بواحد، إذن نعمل skip. skip يعني إيش؟ يعني التعليم التالية في الدور نتركها ونذهب للي بعدها. هذا معناه التعليم التالية في الدور كانت محددة بمحتويات البروغرام كاونتر، نتركها أي نذهب للي بعدها بزيادة واحد، ويصبح محتوى بروغرام كاونتر الجديد هو المحتوى القديم زائد واحد. هذا هو عملية الاسكيب. كان عندنا رقم في بروغرام كاونتر نتركه ونذهب للرقم اللي بعده. هذا متى؟ إذا كانت محتويات الدي آر بعد الانكريمنت ساوت صفرا، نزيد محتوى البي سي بواحد، بمعنى نعمل اسكيب للتعليمة الحالية ونذهب للتعليمة اللي بعدها. وبعد الانتهاء أيضا يتم تصفير السيكونس كاونتر. عليك أنت اتباع نفس السيناريو الذي شرحنا به تعليمة الأنت والستور والإنكريمنت آن سكيب إف زيرو، لتتابع بنفسك متى وما الذي يحصل لتنفيذ عمليات الآد واللود وبرانش آن سيف ريتيرن أدريس وبرانش آن كونديشنال. وإلى اللقاء في الدرس القادم.